السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم من جديد. 10 أصناف من الناس لا يقبل منهم الصيام في رمضان، احذر أن تكون منهم. إن شهر رمضان من أعظم الشهور وأقربها للمؤمن، فهو شهر التقرب إلى الله وتطهير السلوك والروح ومصالحة النفس، وصيامه له ثواب عظيم عند الله عز وجل، حيث أن صيام شهر رمضان من أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو فرض على المؤمن. ولكن هل يمكن أن لا يقبل صيامك؟ وما هي الأسباب في جعل صيامك غير مقبول؟ إليك 10 أنواع من البشر لا يقبل الله عز وجل صيامهم، سوف نعرضها على حضراتكم في هذا الفيديو، فاحذر أخي المسلم أن تكون منهم. الأول، وهو من انضم إلى فئة ضالة مرتدة عن الإسلام تضلل الناس وتبعدهم عن الطريق المستقيم. ثانيا، من أتى ناقضا من نواقض الشهادتين أو ناقضا من نواقض الإسلام المتعارف عليها. ثالثا، المشرك، وهو الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يعترف بوجوده، فهذا لا يقبل الله منه أي عمل. رابعا، وهو من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا أخرى، فيقول العلماء ينظر المرء في صلاته، فإن كان تاركا للصلاة أكثر من أن يؤديها فلن تقبل أعماله. خامسا، تارك الصلاة، حيث أن الصلاة ركنا من أركان الإسلام الخمس، ومن يترك الصلاة يعتبر كافر. إن الصلاة عماد الدين، والمرء إذا صلحت صلاته صلحت جميع أعماله، وإذا فسدت صلاته فسدت جميع أعماله. سادسا، وهو المنافق، كما ذكره الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار ولا تقبل له أعمال. سابعا، وهو المستهزئ بالدين، فالمستهزئ بالدين مثل الكافر، لا يقبل منه أعماله إلا أن يتوب ويعود إلى الطريق المستقيم. أما النوع الثامن والتاسع والعاشر فقد ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. ففي الحديث ورد ثلاثة أنواع من الناس لا تقبل أعمالهم، وهم عاق الوالدين والمنان، ومعناه أنه يعطي الناس ثم يعود ويذكرهم بما أعطاهم ويقول: أنا أعطيتك كذا وكذا وفعلت لك كذا وكذا. والنوع الثالث وهو المكذب بالقدر، وهو الذي لا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء. عافانا الله وإياكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.